أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت الأسبوع الماضي أظهرت الدعم الشعبي غير المحدود للرئيس عبد الفتاح السيسي ليستكمل بناء الجمهورية الجديدة. جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الشيوخ في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم. شاهدنا وشاهد العالم يوم الاثنين الماضي إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع هذا الشهر. تلك الانتخابات التي أبهرت العالم بتنظيمها ونزاهتها وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيها حيث قاربوا 45 مليون ناخب بالنسبة بلغت 66.8% من مجموع الناخبين المقيدين، وهي نسبة لم تبلغها انتخابات من قبل، كما أنها نسبة قياسية بمقاييس الدول الديمقراطية. كان للرئيس عبد الفتاح السيسي 89.6% منها، وهي نسب لها عدة دلالات. أولها قناعة الشعب بسيادته كزعيم وقائد للدولة في هذه المرحلة العصيبة من تاريخها، والثانية الدعم الشعبي غير المحدود لسيادته ليستكمل بعون الله بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها منذ 10 سنوات وقطع أشواطا كبيرة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات. كما أكد رئيس مجلس الشيوخ دعم الشعب المصري لموقف الرئيس السيسي الرافض للحرب والتهجير القسري لأهالي غزة، كما شدد رئيس مجلس الشيوخ على أن الانتخابات الرئاسية دلت على أن الشعب يؤيد رئيسه فيما يتخذه من قرارات وإجراءات لازمة لصالح الوطن. دعم الشعب وتفويضه لسيادته في اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري من المخاطر التي تحيط بحدود الدولة من جميع الجهات، وعلى الأخص الحدود الشرقية التي تشهد اعتداء إسرائيليا غاشما على شعب غزة الأعزل، ودمار القطاع دمارا لم يرى العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية، بغية تهجير شعب غزة إلى سيناء، والذي قابله السيد الرئيس بموقف صلب واضح رافضا لتلك الحرب ورافضا للتهجير القسري لا سيما إلى مصر.